اتكلمنا المرة اللي فاتت في الـ General Data Collection Methodology على الـ Time Frame اللي هو الوقت اللي بناخد فيه Data، وقلنا انه Prospective و Retrospective و Concurrent، وبعدين اتكلمنا على الـ Population and Sampling والطرق اللي بنعمل بيها الـ Sampling، ودلوقتي هنتكلم على الـ Data Collection Tools، الطرق اللي احنا بنستخدمها علشان نجمع الـ Data بيها. هنقول كل طريقة المميزات بتاعتها والعيوب بتاعتها وممكن تستخدم ازاي، البروز يعني المميزات والكونز اللي هم العيوب. طبعا اول تولز بنستخدمها اللي هي الديتا شيت او الورك شيت. الديتا شيت دي يعني الناس بتستخدم من قديم الازل، عايزين يسجلوا حاجة يروحوا جايبين ورقة وكاتبين الحاجة وعددها، الحاجة وعددها، او يقسموا ايا كانت التقسيمات. الحاجه اللي موجوده عندي هنا الدياجنوزس زي الملاريا والانيميا، وباخد النيو كيسز بعمل لها ريكورد، اي نيو كيسز بعمل لها ريكورد، والقديم اللي هو جه قبل كده او بيعمل فولو اب، والريفرال متحول لمستشفى تانية، والحالات اللي ماتت، والتوتال. ده مثال للديتا شيت اللي ممكن نقدر نستخدمها يعني. طبعا برضو الشيت المشهور او الشيت بالاكسل ممكن نحط فيه الديتا، والاكسل طبعا بيعتبر من الشيتات القويه جدا جدا لانها بتسهل كتير وبتمنع الايرور بتاع الباحث نفسه او الهيومن ايرور في الريكوردنج والجمع والطرح، وانه ما يبقاش فيه اخطاء يعني. عيب الطريقه دي ان المشكله انها بيبر وورك، لو هي بيبر وورك فالديتا انتري ممكن يحصل فيها ايرور، حتى وانا بنقل الداتا عشان اوصلها للاكسل ممكن يحصل ايرور. التولز الثانيه اللي بستخدمه التشيك شيت والتيلي شيت، الاثنين دول عشان بس اوضح، لو انت عندك ديتا بتطلع ارقام يبقى انت بتستخدم شيك شيت او تيلي شيت. التيلي شيت كلمه تيلي اللي هي ان انا اسجل بالطريقه دي مش بالارقام، بالطريقه دي. زمان ما كانش في ارقام فكانوا بيسجلوا بالطريقه دي، دلوقتي عندنا ارقام فهو التيلي شيت يعني العد ده. لكن ممكن اقول على مثلا اللي هو الشيت اللي جاي ده ارقام، مظبوط، اقول عليه تيلي شيت رغم ان هو مش مكتوب بطريقه العد التانية. يبقى الشيك شيت والتيلي شيت للارقام. طب لو انا بقى عندي ديتا ما فيهاش ارقام، يعني ديتا مثلا بتطلع اسماء او بتطلع الوان، يعني حاجه كواليتيتيف ديتا، يبقى بسمي الشيت ده شيك شيت، ما سموهوش تيلي شيت. المميزات والعيوب، من مميزاته ان هو بيستخدم في الحاجات اللي احنا بيبقى فيها تكرار، لو في حاجه فيها تكرار بيعد كويس قوي. عيوب بتاعته ان هو التكرار ده يعني رغم ان هو اعداد لكن انا ما اقدرش اعمل لها اناليسس كتيره، وهنوضح الكلام ده لما نتكلم على الفرق بين الكواليتيتيف والكوانتيتيف داتا. والكوانتيتيف بنتكلم فيها على الديسكريت والكونتينوس، هتوضح قوي الحته بتاعه الارقام دي امتى تكون الارقام مفيده وامتى ما تكونش مفيده. التولز الثالثه اللي احنا بنستخدمها هو السيرفي والكوشنير. السيرفي والكوشنير دول دي طريقه عشان اجمع بيها معلومات من الناس اللي حواليا. المعلومات بتبقى كواليتيتيف. يعني ايه كواليتيتيف؟ يعني بسال سؤال وباخد الرد عليه، حلو، وحش، كويس، مش كويس. باخد حاجه مش رقميه، باخد حاجه كواليتيتيف يعني خدمه. التعريف بتاعها a set of printed or written questions with a choice of answers devised for the purpose of the survey or statistical study. انا بحط السيرفي دي بحط فيها اسئله وبحط فيها اختيارات والراجل بيختار صح ولا غلط او الاجابه الاولى والثانيه او الثالثه وهكذا. يبقى بستخدم الكويشنير دي بان عندي لارج جروب وباخد ارائهم. من الجروبس اللي موجوده اللي احنا بنستخدمها هم الفيزيشن، وممكن تكون برضو النيرس او تكون اي حد بيشتغل جوه اي هيلث كير فاسيليتي، ده بنسميه انترنال كاستمر. والراجل ده هو من الناس اللي بتقدم الخدمه. لو هو بيقدم الخدمه يبقى لازم يكون مرتاح عشان يقدم خدمه حلوه. فممكن اساله اسئله زي مثلا ايه رايك في المستشفى بتاعتنا؟ انت تحب تجدد العقد ولا لا؟ طب ايه المشاكل الموجوده عندك؟ انت بتقبض السالري بتاعك في الوقت المناسب؟ هل انت بتاخد بونص؟ هل انت عندك ساتسفاكشن من العمل اللي بتعمله؟ هل في الليدرز اللي انت بتتعامل معاهم ليدرز كويسه ولا لا؟ وهكذا. انت بتسال اسئله للراجل اللي بيقدم الخدمه لكنه هو من الكاستمر. لكن الكاستمر الرئيسي هو الاكسترنال كاستمر او اللي احنا بندور حواليه كله، وان احنا عايزين نريحه عشان يجي لنا تاني. فالراجل ده هو المهم، الزبون بتاعنا اللي هو المريض. فممكن اسأله اسئلة كتيرة جدا. طب انت اخبارك ايه؟ اخبار الدكتور اللي تعالجك ايه؟ طب انت قعدت وقت طويل في العيادة؟ طب الراجل وصف لك
وصفه طبيه، طب قال لك الاخطار الموجوده في الدواء، طيب مثلا هل حصل لك اي نوع من انواع الكومبليكيشن، هل في اي حاجه انت بتحتج عليها او حاسس انها مش مبسوط منها. انا بساله 50,000 سؤال على حسب انا عايز اسال ايه، حسب انا عايز اقيم المستشفى بايه، ايه البارامترز اللي عندي، ايه الانديكيتورز اللي عندي علشان اغطيها. يبقى انا واضح ان الكويستيونير والسيرفي مهمين قوي 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 في ان انا اريح الكاستمر بتاعي سواء كان انترنال او اكسترنال، اني بقول له انت احتياجاتك لقيتها، طب انت تطلعاتك لقيتها، تطلعات اللي هي ايه، ان انا اخف وابقى كويس. طيب انا اخف وكويس، واثناء ما انا بخف وابقى كويس يحصل لي مشاكل واتخانق مع الناس وادفع فلوس مش عارف ايه، والتامين بايظ والدنيا بايظه والتحليل جه متاخر وبعت العيال يروحوا مشاوير، اكسبكتيشن انك انت تتعالج وان الخدمه تكون كويسه، يبقى في النهايه خالص بيحصل لي ساتسفاكشن من الخدمه كامله، والساتسفاكشن قضيته الرئيسيه ان الزبون ده يرجع تاني عندي، ما يروحش لحد تاني علشان هو مش ساتسفايد من القوض من معاملات من وهكذا. برضو من الحاجات المهمه جدا المفروض احطها في السيرفي طبيعه الاسئله. لو انا هعمل سؤال زي مثلا على سبيل المثال، ايه رايك في المستشفى بتاعتنا، كويسه ولا لا؟ طيب هو الراجل ده هيجاوب يقول ايه؟ يعني افترض ان هو مثلا شايفها كويسه بس فيها عيوب، او شايفها انها مش كويسه بس فيها شويه مميزات، ما هو مش عارف يحكم كويس. فانت حكم او لا صعب جدا انك انت تدي الواحد خيار انه يقول او لا، وهو في الوسط في حاجات كتير قوي. فانا بوسع طبيعه الاسئله نفسها بحيث ان ادي له فرصه ان هو يقول لي احنا بيرفكت ولا شويه بيرفكت، ولا احنا كويسين ولا احنا وحشين ولا وحشين قوي، زي ما احنا شايفين في الصورة دي. الاختيارات ديس اجري كومبليتلي، سترونجلي ديس اجري، سام هاو ديس اجري، ادي تلاتة وكمان تلاتة سام هاو اجري، سترونجلي اجري او كومبليتلي اجري. يبقى انا كده الناس مختلفين في الاراء، مش معقولة كلهم يقولوا او لا وعندهم حاجة تانية عايزين يعبروا عنها. فانا بوسع بالسكيل ده اللي اسمه لايكرت سكيل، جاي من لايك طبعا. من العيوب بتاعت السيرفي انها very low response، واحنا كلنا بيجي لنا سيرفي مثلا من الجوجل، بيجي لنا سيرفي مثلا من تليفونات بتاعتنا الموبايل، فجأة طلع لك سيرفي على الايميل في التليفون، انت بتعمل بتخش في السيرفي وتكتبه؟ مش معظم. لو انا مؤسسة بعت لمئة شخص وده البوبوليشن بتاعي، عايز ابعت لمئة شخص سيرفي، ردوا عليا 30، ده سيرفي محترم. شوف قد ايه قليل، يعني الناس ما بتردش على السيرفي. وطبعا لها عيوب اخرى، لان مثلا بتضيع الوقت، يعني طويله مثلا، واحد دخل عمل سيرفي قعد 3 صفحة عشان يكتب السيرفي، مش هكمله طبعا. وانه طبعا لازم تكون في صعوبه ان انا اكمل السيرفي، تكون الاسئله سهله والدنيا شكلها حلو وموجهه والسيرفي شكله ظريف وقصير. واخر حاجه في الصعوبات اللي ممكن نقابلها اللانجوج، ان اللغه نفسها تكون سوفيستيكيتد او صعبه جدا يعني. طبعا انا هكمل الديتا كولكشن تول في فيديو تاني، بس احنا قلنا 3 حاجات دلوقتي، قلنا الورك شيت او الديتا شيت، وقلنا تشيك شيت او التيلي شيت، وقلنا التولز الثالثه اللي هي السيرفي والكويشنير.